أخاف أن لا يجدد عقدي في العمل، فهل يعتبر هذا سوء ظن بالله؟ أخاف أن لا يجدد عقدي في العمل. نعم. فهل يعتبر هذا سوء ظن بالله؟ لا، هذا من الأسباب، هذا من الأسباب، تخاف أنه ما يجدد عقدك أو يجدد، هذا من الأسباب، ما هو سوء ظن بالله عز وجل. نعم.